بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس الثاني من السيرة النبوية، ويكون الحديث فيها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قريه ولتن يو كفل نيمي هنا بما جمرا وكفل يسير عن أساس سابنتنا أنقب قابلنا تملكت النبر بزيك في الله بإذن الله تبارك وتعالى. يا سل النبي عليه الصلاة والسلام هو التاريخ بكتة تنقب علن بزيه نتم لا إن شاء الله مداسس يمن مكرو يا نبي عليه الصلاة والسلام يزرها رق نسبه صلى الله عليه وسلم موليده سل رسول عليه الصلاة والسلام أول على النور علن مرضعاته صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يا تبوت أطوي وشاتش ونما نبرو نشأته صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام أستدارك اندزهم دمو معجزة شق صدره يدرتاتشو يمسنتك ويم دمو درجات درتاتشون سنتك وجبريل لباتشون أوتتون برسلزي إن الملكة تعلن إن شاء الله. مجمنا يا نبي عليه الصلاة والسلام يزر هرقنا منا نبي عليه الصلاة والسلام باجرو هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. رواه البخاري. هي سند اسكزيه درس يالو صحيح هنا سندنا إمام البخاري يزقبتنا. وعدنان من نسل إسماعيل الذبيح بن إبراهيم عليهما السلام. عدنان كنبي الله إسماعيل زريانا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بزي ملكو تاليا يا الله ملك تنيا خيار من خيار من خيار نبي عليه الصلاة والسلام مرت يا مرت مرتناتشو رسول عليه الصلاة والسلام كمرتنا يمتوت مالتنا كنبي الله إبراهيم زرناتشو كنبي الله إسماعيل زرناتشو الساتشو مرتناتشو إسماعيل مرتنو نبي الله إبراهيم مرتناتشو صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. أزيش جاء عند فائدة النوسد. واثل ابن الأسقع رضي الله عنه من إلال فيما أخرجه مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. الله سبحانه وتعالى كنانا كإسماعيل لجوج مرطوال لال واصطفى قريشا من كنانة ككنانة قل سلمه قريش الله مرطوال واصطفى من قريش بني هاشم كقريش وشمال لمو بني هاشم مرطوال واصطفاني من بني هاشم كبني هاشم أن المرتو أن يلالو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أباتها تشومانات أباتي عبد الله بن عبد المطلب وكان أجمل شباب قريش قريش وشمهل بدعم قنجو وبكم يبالو توتاتوش عندو نبا الناتي يومانات آمنة بنت وهب وكان أبوها سيد بني زهرة شرفا وحسبا. أباتها يا آمنة أبات يا بني زهرة قوسا وين بيتسب بتأم مرت إن بزرم تعلق بوت علم يبال سونب. آياتي يوم أن عبد الله عبد المطلب بن هاشم يا قريش قوساء لك أن تتعرينه له خصال كريمة بزو ملكام سنة مقبارات وتشلت كمية توقع باتشو بحريات وتشاندو ويم سنة مقبارات يا زمزم البئر بمكوفر تواقي سونب. طبعا النزيه بأسلمنا على اللم يموتت بتعم بمياسات زلم الكمالتنا ليلو النبي عليه الصلاة والسلام مولد متملكتنا مولده صلى الله عليه وسلم. ولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين رسول عليه الصلاة والسلام سنيوك أنه يتولدت سنيوك أنه ولدات شونهم راسات شونات ينقرون صحيح بوانو حديث سنيونا هموس مسؤوم بتملكت ستة يكو منالو سنيو بتملكت بتلي يو ذلك يوم ولدت فيه يتولد كبت أنه ألتناه لرسول عليه الصلاة والسلام سنيوك أنه مالتناه يتولدت متشين وكتباله بور درجاء ربيع الأول نو بزوه وراته اشتبله وار طبعا قل ربيع الأول يمي لو أصحوي هوننا كانوا بتملكتها قل لثنتي
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. ربيع الأول أسرى ولتنيا وكأنه تبلع. وقيل لتسعين زتنيا وكأنهم تبلع. سمنتنيا وكأنهم تبلع. كزي وجم تبلع. بعض السير بعض أهل السير من دون ميلوت أصحوا أسرنيا وكأنه ويم زتنيا وكأنه يلال. المهم وزقب يعلبتنا وكأنهم بتملكته. يموتوا ربيع الأول أسرى ولتلمون وهم تسمام طبعا. يهني ولا يقن خلاف الله. عامل فيل يا زهونو عمت بمبال ميتاوكو زهونون الله سبحانه وتعالى أن أبراها زهوني زهيلو كعبال لها فرسسيل ياتفع بات عمتناونا يقدل بات عمتناونا قطعتون يقن يبات عمتناونا عامل فيل تبلو بزي الترانبا. وقصة أصحاب الفيل معروفة ذكرها ذكرها القرآن الكريم قرآن تكسوتا. وذلك أبراها يمن منقست كعبال لما فرس هيدا بزو سرابيتو تشنيزو زهون لا يتقوازو مالتنا. الله سبحانه وتعالى تنكولاتشو سيراتشو من لسنا كعبان متأبكا نبياتنا عليه الصلاة والسلام بزاقزي تنس نبرو ترقزو نبرا يالوت مالتنا التي رأته حين وضعته نورا خرج منها أضاءت منه قصور بصرى من أهل الشام. الناتيو تنيتا يالا نبينا عليه الصلاة والسلام أرقزا كما هسنوا برهان وطو يشام أقروتشن يبصران كتما بتلي بيت منقست يميا برا برهان سيوتا كما هسنوا هيت. ومات أبوه وهو لا يزال جنينا في بطن أمها على الأرجح. بزو أقوال بنورم ميزان يمي دفعونيك القرقل قنا صنسي يالو ترقزو يالنو أباتاتشو يموتا. فلما ولد كان في حجر جده عبد المطلب يرعاه وينظر حاجته هو وأمه. سيولد رسول عليه الصلاة والسلام آياته بيتني أدقت يا أباتاته أباتك إنتي يوم زان برج ميكة التلاتي نبرا آياته عبد المطلب. عند فائداني كمولداته قاتا عايزه الاحتفال بالمولد النبوي في الثاني عشر من شهر ربيع الأول أو في غيره ليس له أصل في الشرع. ربيع الأول أسره ولدت له وين بلي لاقزي ينبينا عليه الصلاة والسلام لدت ما أكبر بس شريعة وست من ما نتمسرت يلو بل هو من بدع الفاطميين وهم روافض يرافضا وج يشيع وج بدعانوه أدس فلقنا ينسوا أكاهدنا شيع وج يصحابا وش تألات يرسول صلى الله عليه وسلم تألات يحق تألات وش ناتشون لم تأكل. ولم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام بعد روتهم عند صالة الرجل ولا أحد من القرون الثلاثة المفضلة مرتتو للدوج كنبرو سوستو تشتو للدوج سوستو عمت وست سوستو عمت وست عندهم سوال سرا. ولم يرضه أحد من أئمة الإسلام كسلمنا تلالك قالوا كم يبالوا لموت عندهم يوددوا ويتكبروا بل أردتم أئموت بهوة إياله مولد من بالنقاء النبر وده آخرا كهيدو بهالا قويتو مجرش على نيمتا يقري مولد من المعينة أصل مسارة دليل الله ويسعي على يا رسول صلى الله عليه وسلم وديتا مقلجا قرآن أن حديث يسكمت ملك كيبك أنا ليلة عدس نقر أسفل لقنم ليلة نبي عليه الصلاة والسلام يا أبوت النما الناتشو ثويبة يا أبي لهب أقلقا ينبرتشونا حليمة بنت أبي ذؤيب ناتشو مجمرة أباتشاتش رسول صلى الله عليه وسلم ثويبانات يا أبي لهب يا قوتاتش بارين أبرتش. وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كنبي عليه الصلاة والسلام بفيت حمزة النبرة أباتش سلزي يا قوت وندما ما تنت يطبي وندما ما تنت بولتاتش مع الألة ما لكم بنبي عليه الصلاة والسلام بحمزة بن عبد المطلب قطلت أباتشاتش حليمة السعدية لم تاكد كتما لا يتولدوا لوشات مكان لك كتمانا قطر يهيدا نسو هير ياقينيال أستلاريكم طرو يونال طرو ينقر كهلوتي نروال طرتي على قوان قوانا ميهيزو وتتم يمساسلتن يتطاعت انكرونا برتتو يفنتزا يزلل من يالت انكرو أكالاوي تنكاري أي مروعوي بسلت ياقينيال سلازي من يارقو نبار يهسنا نبار درو قطر يلاكو لجو تشاتشون ياسادقو نبارا كذا تنش كدقوا بحر يملسواتشوا بزي ملكو بني سعد بن بكر أكابي يالو سيتوت ميات أبواتشو اللجوت
ፍለጋ መጡ። ባጭሩ ታሪኩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሐሊባ ቢንት አቢ ዙአይብ السعديه የሚدرس ሆነ ነው መጥተው ጠየቁ። አባቴው ሰለሞተ ብዙዎችም ትኩረት ማድረግ አልፈለጉም። ሐሊባ السعዲያም ቆይታ ነበር የመጣችው። ያገኘችው ረሱልን ብቻ ነው ይዛ ሄደች። ስትመለስ ግን ከሁሉም ፈጣን ህይወቷ የተረዳደለ ሆኖላታ። የሐሊባ السعዲያ ባል ስሙ አቡ ከብሻ ነው። ቤታቸው ላይ ለክ ነቢያችን አለይሂ ሰላተ ሰላም ካመጡ ጊዜ ጀምሮ ረሱል ሳቸው ጋር እነሱ ጋር በቆዩበት ጊዜ ውስጥ ሁሉ ብዙ በረከትን ኸይራትን ቤታቸው ውስጥ ተመልክተው ነበር። እና ነቢይ አለይሂ ሰላተ ሰላም አራት ዓመት ያክል እዛ ቆይተዋል። አህለ ሲየር እንደተቀሰሱት ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብን ማጥብታለ ይችላል ሐሊባ السعዲያ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ በሁለት አቅጣጫ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ጠብቷል ማለት ነው። ሁለቱም ያጠቧቸው ሴቶች ተመሳሳይ ነበሩ። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተዳደግን ስናይ የቲም ሆነው ነው ያደጉት። ህይወታቸው ሁሉ ተረግዘው ይያለ አባታቸው ሞተ። ሁለት ወር ያላቸው ወይም ሰባት ወር ላይ ያሉ ተብሏል። وماتت امه وهو ابن 4 سنين وقيل 6 سنوات يا اراد تامت ويم يا 6 تامت لج هناو اناتي يموتج ثالثيا وكفله جده عبد المطلب اياتيو يما صدقون حلافينت وسدوا لك 8ثيا عمتاچو سيمولا الرسول صلى الله عليه وسلم اياتيو موته كذا ابو طالب تقبلنا ما صدقنا ما نور جمرة سلازي نبي عليه الصلاة والسلام بلجي النتاتشو سلسواتو عباتاتشون الناتاتشون النا آياتاتشون حزنو قدي كبار له الله سبحانه وتعالى ووجدك يتيما فآوى جاها يعني يتيم هنا عبات إلي الله هنا عقينتو الله نزا درقهنا كزا أستقاه لاتشون يهين قدي يا نبي عليه الصلاة والسلام ያስተዳደግ ሁኔታ የደረታቸው የመሰንጠቁ ነገር ለነብዩ አለይሂ ሰላተ ሰላም የገጠማቸው ሁለት ጊዜ ነው። የመጀመሪያው ሐሊባ السعዲያ በኒ ሰዓድ ገጠር ሄደው ባሉበት እዛ በመታጠባቸው ጊዜ አራተኛ አመታቸው ላይ ነበር ይሄ ነገር የተፈጠረው። መጣና ጅብሪል ደረታቸውን ሰነጠቀና ልባቸውን አወጣና አጠባውና መለሰ። حديثنا ሁለተኛው ክስተት ሌሊት الاسراء ላይ ነው። እንደዚህ የገጠማቸው بخاري እና مسلم እንደዘገቡት امام مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه رسول عليه الصلاه والسلام زند جبريل متانا كهصانات ጋር እየተጫወቱ ይያለ ሌላ ወሰደና ጣላቸው መሬት ላይ አስተኛት። ከዛ ልባቸውን ሰነጠቀና ልባቸውን አወጣ። ከዛ የሆነ ጥቁር የረጋ ደም ነገር አወጣና فقال هذا الشيء هذا حظ الشيطان منك شيطان انت زند مياغنيو بوتا هينو كذا اتبعونا بماء زمزم ملسوا بوتاو درتاچونم اندزيه لتفاو ايا يازو يلال اوبريشن ويم اوبريشن كزين يتوسدو يلال كذا لجوج حصانات يروطو ناتيو غا اطبيوا حليم السعديه غا متونا محمد تجللشال بلاوا سيملسو ملكاتشو فيتاتشو تقايرو ترناك تايواتشو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس وكنت أرى أثر ذلك المخيط أو المخيط في صدره يسفيتو كرت درتاتشو لا آيونا بارلا نقريه نبياتش صلى الله عليه وسلم ياستر رقاتشو هدت الناهوني تاع يهين يمسل نبارا كذا ودى الناتاتشو قا يتملى سبت هنيته الا يهن ان شاء الله بكتاي كفل ان ملكتهولن بكتاي كفل اللهم لا ساكنين. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.